للوقوف عند التطورات الفلسطينية ينضم إلينا عبر سكايب من الكويت العاصمة الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي. أستاذ علي مرحبا بكم. يعني غارات جوية، قصف مدفعي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ولكن هناك إصرار من قبل نتنياهو على خوض عملية عسكرية واسعة على رفح. لماذا هذا الإصرار أستاذ علي؟ يعني محاولات الإسرائيلية، محاولات نتنياهو مستمرة من أجل القضاء على المقاومة وفق غياب رؤية متكاملة لدى الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما يقوله أعضاء في الحكومة الإسرائيلية نفسها. محاولات الهجوم على رفح هي محاولة لتكرار الفشل الذي حدث في خان يونس وحدث في غزة وحدث في أكثر من موقع من قبل. هم فشلوا في محاولاتهم لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، فشلوا في القضاء على المقاومة، فشلوا مؤخرا في إيجاد بديل إداري لحكم حماس في غزة، وهذا الفشل بدأ واضحا من خلال محاولاتهم إنزال مساعدات من الجو، محاولاتهم إنعاش العنصرية العشائرية في داخل غزة والاعتماد على روابط القرى في حكم غزة. هذا المشروع فشل فشلا ذريعا. الآن في محاولات أيضا إعادة ضرب المستشفيات، مستشفى الشفاء، لأن لا تزال مظاهر سيطرة حماس ظاهرة، سيطرة الحكومة الفلسطينية ظاهرة في غزة عبر توزيع المساعدات، عودة ضبط الأسعار، ضبط الأمور. فكل هذه المحاولات التي يسعى إليها نتنياهو يريد من خلالها إنهاء حكم حماس السياسي والعسكري، ولكن حتى هذه اللحظة هو فشل في ذلك. ولكن أستاذ علي، المجتمع الدولي حذر إسرائيل من شن عملية عسكرية واسعة على مدينة رفح، هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي في هذه المرحلة؟ من الممكن التعويل على المجتمع الدولي في مرحلة حساسة بهذا القدر، لكن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل معركة رفح ليس بالطريقة التقليدية. يعني الوضع بالنسبة لنتنياهو هو وضع حرج أمام المجتمع الدولي، خصوصا في ظل يعني وقوف إسرائيل أمام المحكمة، محكمة العدل الدولية، وتلافيا للحرج أيضا مع الحكومة المصرية بسبب معاهدة كامب ديفيد. فبالتالي إسرائيل الآن تلجأ لمحاولة أخرى عبر الدخول إلى رفح ببطء. أعتقد أن عملية رفح بدأت بالفعل ليس بالشكل التقليدي قصف مستمر، ولكنها بدأت بشكل تدريجي وممكن مع الأيام تتزايد. اسمح لي أستاذ علي أن أرحب عبر الهاتف من حيفا المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أستاذ إيهاب مرحبا بكم. تحياتي مساء الخير لك ولضيفك الكريم. أستاذ إيهاب، كيف يمكن قراءة موقف حكومة وجيش الاحتلال أمام جماهيرهم مع كل هذه الإخفاقات، وكيف تقرأ انعكاس هذه الإخفاقات على مسار مفاوضات الهدنة؟ جميل، يعني في السياقين تحديدا هنالك الكثير من اللبس، وبداية يجب أن نبدأ من السياق الأول. شهر فبراير نتنياهو كان لديه يد عليا في اتخاذ القرارات في داخل إسرائيل، بل يمكن القول بمفاهيم معينة أنه كان بالنسبة لنتنياهو شهر عسل، يعني استطاع أن يحكم ويبسط سيطرته ليس فقط على الكابينيت، بل بطبيعة الحال كذلك على الائتلاف وعلى الكنيسك وما إلى ذلك. حتى إذا دخلنا في شهر مارس رأينا كيف كل ما عمل عليه نتنياهو في ذلك الشهر يعني تفجر في وجهه بكل معنى الكلمة. والآن نتنياهو يعيش في داخل تخبطات، التخبطات هي كثيرة، لديه ثلاث جبهات يعني يحارب بها بنيامين نتنياهو في هذا المضمار. المضمار الأول وهي ضمن الجبهة الداخلية، نحن نتحدث عن ائتلافه وعن الكابينيت بطبيعة الحال الذي يشكو من الكثير من العقبات والكثير من الإخفاقات، أهمها بعض القوانين التي وارد جدا سوف تشكل له عقبة كبيرة، ونحن نتحدث هنا عن قانون التجنيد للحريدين. هذا المضمار الأول. الجزئية الثانية وكذلك هي جبهة داخلية في لحمة الشارع الإسرائيلي. الشارع الإسرائيلي بدأ يتفكك، تلك الغبطة التي استطاع نتنياهو أن يعني يسيطر عليها ويروج بأنها هي المرمى الأهم لإعطاء شرعية لهذه الحرب، الشعور بالفخر والشعور بالقومية الإسرائيلية
ولذة الانتقام حتى إذا شئنا. نتنياهو بدأ يعني يختارها، رويدا رويدا الشارع الإسرائيلي بدأ يستفيض إلى الحجم الخسارة الاقتصادية والبشرية على حد سواء. فبالتالي هذه العقبة الثانية. والعقبة الثالثة وهي الأهم، نحن نتحدث عن الجبهة الخارجية. نتنياهو ضرب بعرض الحائط بكل المساعي الدبلوماسية التي عمل عليه مدى سنوات بيديه أنا باعتقادي، والآن هو يضرب بها بعرض الحائط فقط لكي يحاول أن يماسك وتتماسك الجبهة الداخلية. يعني هو يقوم بضرب ذلك من أجل حسابات الجبهة الداخلية. طبعا كل حسابات بنيامين نتنياهو يعني وإن كان يستعمل الحرب كأداة الغاية في نهاية المطاف هي سر البقاء، صراع البقاء، هذا ما يعني يحرك بنيامين نتنياهو الآن. يعني يجب أن نتذكر أن هذا في هذا المطار. المطار الثاني نحن نتحدث عن جزئية الصفقة، ونتنياهو منذ اليوم الأول للحديث عن الصفقة كان يضرب بها بعرض الحائط. الصفقة الأولى دخلنا إليها باعتقاد ضمن استراتيجية جست فور ماب. نتنياهو كان يريد أن يفحص رد فعل الشارع الإسرائيلي إذا هذه الصفقات، إذا كان هنالك يعني نجاح سياسي لنتنياهو، غايات سياسية يمكن أن يحققها، كان ممكن أن يستمر. الشارع الإسرائيلي أثبت لنتنياهو أمر واحد ووحيد، أنه وصل إلى نقطة اللا غفران. هذا الأمر ترجم بالاستطلاعات حتى إن شئنا. فبالتالي لا يوجد أي غاية ولا أي ناقة ولا بعير لنتنياهو في داخل الصفقات. لهذا السبب هو يحاول أن يماطل. وبالتالي ما يمكن أن يشكل ضغطا على بنيامين نتنياهو لكي يقبل بالصفقة هما أمرين اثنين. ضغطا حقيقيا من قبل الإدارة الأمريكية، عندما نتحدث عن ضغط حقيقي عقوبات وليس إدانات، والشارع انتفاضة حقيقية في داخل الشارع وليس ضمن السياق الذي نراه حتى هذه المرحلة. طيب أستاذ علي، كما تعرفون الاحتلال يمارس سياسة التجويع ضد سكان قطاع غزة، وذلك من أجل أن يضاعف الأزمة. هل سياسة التجويع ستؤثر على الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية برأيكم؟ هي أحقر سياسة ممكن أن تمارس أو يمارسها أي جيش إجرامي هي سياسة التجويع للأبرياء، وهذا ما يفعله نتنياهو منذ بداية العدوان البري خصوصا في مناطق الشمال. ولكن ما نلاحظه أنه حتى هذه اللحظة هذه السياسة لم تؤدي إلى ظاهر كما كان يرغب نتنياهو من انقلاب الناس أو انتفاض الناس أو الحاضنة الشعبية ضد المقاومة، بل لا تزال حتى هذه اللحظة الحاضنة الشعبية رغم آلامها ورغم جراحها ورغم التدمير والقتل تعتقد أنه لا سبيل لها إلا التمسك بالمقاومة، لأنه إن ذهبت المقاومة فمصير الشعب الفلسطيني هو الفناء. فبالتالي سياسة التجويع الآن نحن نرى الناس تأكل الأعشاب، ورأينا قبل أيام أن هناك من أطفال ماتوا من الجوع، والآن هناك أزمة كبيرة في موضوع الغذاء، وأزمة أيضا في السيولة أو توفر السيولة المالية في أكثر من مكان في قطاع غزة. ولكن رغم هذه المآسي إلا أن الشعب الفلسطيني يجد له حلولا ويتضامن مع بعض. ورأينا قبل أيام دخول شاحنات 6 شاحنات إلى مناطق الشمال التي كانت تعاني من التجويع، وهذا كان بعد أن فرضت الشرطة الفلسطينية سيطرتها وضبطت الأسعار واستطاعت أن تصل بالمعونات إلى أماكن كانت يعني معزولة. ولذلك رأينا في اليومين الماضيين استهداف لعناصر الشرطة الفلسطينية، رغم أن الشرطة المفترض أنها ليست يعني منخرطة في القتال، ولكن هذا الاستهداف كان هدفه أن الشرطة استطاعت أن تبسط يدها وأن تسهم في توزيع المساعدات بشكل عادل، وأن تضبط العصابات التي كانت تحاول أن تحتكر بعض المساعدات. كل هذه يعني كل هذه المحاولات التي يحاولها نتنياهو، سواء التجويع، الحصار، القتل، حتى هذه اللحظة وإلى ما لا نهاية لن يستطيع أن يصل إلى مبتغاه. أستاذ إيهاب، لو التفتنا إلى تصريحات، نأخذ مثالا
تصريح لوزير الزراعة في إسرائيل أفي ديختر يقول بأن الثمن الذي سيدفعه الاحتلال في صفقة استعادة بحسب وصفه الرهائن سيكون باهظا جدا. هل يمكن البناء على ذلك بأنه هناك ربما تحول داخل حكومة نتنياهو؟ لكن يجب أن نتذكر أن أفي ديختر هو رئيسا للشباك في الطابق، فبالتالي يعني ما يقوله أفي ديختر وإن كان الآن يعني في أحد الوزارات المهملة، لكن يجب أن يؤخذ على بنوع ما من محمل الجد. هذا في المطار الأول. الجزئية الثمن هي الجزئية التي يعني دائما يتحدث عنها الشارع الإسرائيلي في مدى مصداقية أو مدى إيجابية الصفقة من عدمها. هذه هي ورقة المراوغة الوحيدة الموجودة الآن في يد بنيامين نتنياهو، بل أكثر من ذلك، يعني بنيامين نتنياهو كان لديه حملة ممنهجة ضد ذوي الأسرى في داخل تل أبيب بسبب أن احتجاجاتهم تساعد من زيادة الثمن لدى حماس، ولهذا السبب هو كان يحاول إسقاطهم تحت هذه الذريعة. فبالتالي واضح جدا أن كل ما تخشاه هذه يعني هنالك عدة سياقات لهذه القراءة ولهذه المقولة. السياق الأول الذي يجب أن يؤخذ عن الاعتبار أنه دائما يشار بالبنان إلى آخر صفقة تبادل أتمتها إسرائيل، صفقة جلعاد شليت، وفي تلك الصفقة طبعا بطبيعة الحال تم الإفراج عن السنوار، ولهذا السبب دائما يشار بأن هذه الصفقة كانت هي فشل استراتيجي لإسرائيل على المدى البعيد. الآن هي هذا يعني ضمن ذريعة لماذا لا يجب أن تتم هذه الصفقة. في المطار الثاني كذلك نحن نتحدث عن يعني جزئية أخرى، جزئية الثمن بالكم وليس بالكاي. يعني لو كان الحديث عن الكاي فذلك الذريعة الأخرى التي تتعلق بالكم والتي يعني يقول أصحاب هذه الحجة هي أن في نهاية المطاف، وبالمناسبة نتنياهو من أصحاب هذه الادعاء، يعني أنه إذا أعطينا مرة وبرهنا أنه يمكن أن تتم صفقات تحت مثل هذه الشروط سوف يكون غالبا يعني يعطي ذريعة لعمليات كالسابع من أكتوبر في المستقبل. لهذا السبب هم يحاولون المماطلة في هذا المطار ضمن الذرائع هذه في داخل الشارع الإسرائيلي. الجزئية يعني الثالثة إذا كنا تحدثنا عن جزئية الثمن كذلك، يعني هنا ربما تجدر الإشارة بأن يعني ذوي الأسرى من ناحيتهم بات الآن الادعاء الأكثر عدلا هو أن تذهب إسرائيل إلى صفقة الكل مقابل الكل. كان هنالك يعني هنالك جهوزية حتى في صفوف المعارضة البرلمانية لمثل هذا التوجه. وبين هذه الثلاث ادعاءات إسرائيل تحاول أن تعمل وتقوم بالموازنة. طيب أستاذ علي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يستعد لزيارة جديدة للمنطقة، وصرح بأن جولته ستضمن بالإضافة إلى السعي للتوصل لهدنة في غزة، ستشمل مباحثاته مناقشة الأسس كما وصفها لسلائم دائم في المنطقة. هل هناك منطلقات رؤية الولايات المتحدة لهذا السلام؟ هل تنطلق من عمليا في اتجاه إحلال السلام حقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي غزة بشكل خاص؟ يعني إن تمت هذه الزيارة لبلينكين تكون هذه الزيارة السادسة له منذ 7 أكتوبر للمنطقة، وفي زياراته الخمسة الماضية فشلا ذريعا في تطبيق سياسته، وبدأ في البداية في محاولات الحثيثة لطرح فكرة التهجير، ثم بدأ يتحدث عن ما يسمى باليوم التالي لوقف إطلاق النار، وهذا هو ما تروج له أمريكا، وتعني بذلك العودة إلى ما كان إلى الحالة التي كنا عليها فيما قبل 7 أكتوبر. عندما يتحدثون عن ما بعد وقف إطلاق النار يعني عن نفس الحالة التي كنا فيها قبل 7 أكتوبر، عندما كانت الولايات المتحدة تهيئ المنطقة عبر سلسلة من المصالحات وعبر إطلاق قطار التطبيع والمسار الإبراهيمي، وبالتالي الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة المسار إلى ما كان عليه قبل حدوث طوفان الأقصى تهدئة للمنطقة حتى تتفرغ لاستراتيجيتها الكبرى في مواجهة الصين وروسيا. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تطرح عدة أفكار حتى الآن لم تجد لها يعني استجابة على أرض
الواقعية. همها في المقام الأول إنهاء المقاومة، إنهاء الحكم العسكري لحماس، يهمها أن السلطة الفلسطينية تبسط نفوذها على الضفة وعلى غزة، ثم يتم استيعاب حماس سياسيا وفق منظومة أوسلو، واستغلال ملف إعادة الإعمار من أجل إدخال الدول المطبعة في المنطقة في الملف الفلسطيني ومحاولات فرض رؤيتهم. كل هذه الرؤى تفشل أمام المقاوم وأمام صمود الشعب الفلسطيني، لأنه حتى هذه اللحظة كل هذا الكلام وكل هذه المحاولات فشلت. أستاذ إيهاب، بلينكين بحسب رؤيته يسعى لسلام دائم في المنطقة بحسب ما يصف ذلك، ولكن هل تعتقد أن مسألة السلام الدائم في المنطقة ممكن في حال استبعاد المقاومة من المعادلة كما ترغب في ذلك الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة؟ بطبيعة الحال السلام الذي يتحدث عنه بلينكين وتتحدث عنه الإدارة الأمريكية هو سلام مكتوب يضمن الأمن لإسرائيل ولا يضمن الحرية للفلسطينيين. هذه المعادلة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، ولا أظن أن الفلسطينيين يسعون للسلام، الفلسطينيين يسعون للحرية، ومن ثم فليكن كل ما يأتي بعد ذلك. هذا هو المطار الأول الذي يسعى عليه الفلسطينيون، وبالتالي ضمن هذه المعادلة وضمن هذه الأطار يقع ويتقع كل الجزئيات التي نتحدث عنها. يعني الرؤية الأمريكية كما ذكرنا بالنسبة إليها أن يكون هناك استقرار، أن تقدم هناك ورقة أمام الناخب الأمريكي تحديدا الآن في هذا العام، عام الانتخابات، وكان الرئيس الأمريكي المنقذ الأمريكي أتى إلى المنطقة وأتم ما أتم من يعني من إحلال السلام إلى المنطقة بعد حرب عشواء كالتي كانت أو بشكل أدق عدوان طبعا، وهدف المطار بالنسبة للناخب الأمريكي ومحاولة لبسط وسيطرة النقود أمام العالم متعدد الأقطاب، بالذات بعد خسارتها وبداية خسارتها للشرق الأوسط، فبالتالي تحاول أن تقوم بكل ذلك على حساب الدم الفلسطيني، على حساب الشعب الفلسطيني، وعلى حساب أقطاع سياسية في داخل الشارع الفلسطيني. أنا باعتقادي على العكس تماما، يعني هذا الإخطاء والتحديث هنا عن إخطاء كهذا أو كآخر في نهاية المطاف له ثمنه وله تبعياته التي واضح جدا أنها مجرد ورقة وحبر على الورق لكي تقدم كفاتورة وكشيك لكلا الطرفين، للطرف الأمريكي وللطرف الإسرائيلي، والجانب الفلسطيني هو مجرد كرة في هذا المطاف. أستاذ علي، يعني في حال التوصل إلى هدنة أو اتفاق أو صفقة سميها ما شئت بين حماس وإسرائيل، هل تجد أن الدول الضامنة ستقف موقفا حازما لأي خرق لأي اتفاق سواء من إسرائيل أو حماس؟ الضامن الأساسي هو قوة المقاومة وصمودها. الدول التي مرشحة لتكون ضامنة لأي اتفاق قادم هي تركيا، قطر، الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة. أعتقد أن كل هذه الأطراف ملت من حكومة نتنياهو، ملت من عجرفته، من محاولة إنقاذ رقبته السياسية عبر مزيد من الدماء. هناك خلافات حقيقية يعني بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، وإن لم تصل إلى درجة الضغط الفعلي من أجل وقف إطلاق النار، لكن أعتقد أنه إذا حصل هناك فعلا اتفاق وكان هناك ضمانات، لأنه حتى هذه اللحظة يعني موضوع الضمانات لا يزال موضع نقاش، لأن والسبب في ذلك ليس الضامنين، وإنما السبب في ذلك هو رفض نتنياهو لأي اتفاق يؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، لأنه لو حدث ذلك وحدثت الاتفاقية سيكون من الصعب على نتنياهو أن يعيد الكرة مرة أخرى. ولكن إذا فعلا حصلنا على ضمانات من هذه الدول ومن المجتمع الدولي وكانت هذه معلنة، لن يكون من السهل على نتنياهو وفق الظروف الدولية والظروف الإقليمية وأيضا الظروف المحلية في داخل الكيان الإسرائيلي أن يعيد إطلاق النار أو أن يعيد الحرب.
هو لذلك يسعى إلى المراوغة، لأن إنقاذ حياته السياسية مرتبطة باستمرار هذه الحرب، يحاول توسعتها، يحاول الدخول إلى رفح، يرفض كل المحاولات الضغوط لوقف إطلاق النار، لا يريد أن يقدم هذه الورقة حتى لحكومة بايدن حتى تكون ورقة تستخدم في الانتخابات، لا يريد ذلك. هو مستمر ويدرك أن الولايات المتحدة رغم ضغوطها عليه لم تصل إلى درجة أنها يعني تضغط بشكل فعلي لوقف إطلاق النار، وبالتالي يرفض كل المحاولات. احنا حتى هذه اللحظة لم نصل إلى درجة فعلية تؤدي إلى وقف إطلاق النار بوجود ضمانات، ولكن إن حدثت فسيكون من الصعب على نتنياهو أن يستمر في الحرب. أستاذ إيهاب، بدقيقة لو تفضلتم في ذلك، حماس تتحدث عن مفاوضات بينها وبين إسرائيل، لكن غابت السلطة الفلسطينية في رام الله عن أي موقف، بما تفسر ذلك؟ أنا أعتقد أن هذه الجزئية تحديدا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، بأن ربما يجب القول ذلك على الملأ. نحن كفلسطينيين الموجودون في أزمة قيادة ربما هي حتى من الأسوأ في ظل السنوات 75، يعني في سياق المحاسبة والمخاطبة الذاتية يجب أن نقول بذلك. هذا في المضمار الأول، وربما هنا كذلك النقطة أو الجزئية الأخرى، يعني تحدثنا عن أزمة القيادة ويعني دلالات ذلك جزئية المصالحة، كل هذا الدم الفلسطيني 30,000 شهيد الذي دفعها الفلسطينيون لم تكن بورقة ضاغطة من أجل القيام بتفعيل ورقة المصالحة والتقدم بها قدما. وبالتالي نعم، هذه هي جزئية أزمة قيادة، وباختصار أختصر بها وأكتفي بها. عبر سكايب من الكويت العاصمة الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي، وعبر الهاتف كان معنا من حيفا المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، شكرا جزيلا.